عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي. نرحب بجميع وحده راهي جديده معنا واللي قدم القناه قناتكم. اذا اليوم حبيت نشارك معكم طريقتي في تحضير كيكه الشوكولا، ان شاء الله تعجبكم. حبيت نبدل شويه يعني من الروتين تاع العنايه بالبشره والشعر، قلت نجوزو شويه للمطبخ وعلاش لا لا. اذا واش لازمنا لتحضير هذه الكيفيه؟ لازمنا فارينا كاس ونص، بعد نعبر معاكم. لازم لنا كاس حليب يكون بنفس درجة حرارة الغرفة يعني المطبخ، ما بارد ما سخون، كاس سكر، كاس كاكاو. كاكاو من فضلكم شوفوا اشرو هذا البني، ما تشروش الحامق، شرو بلوتو اي وين، ما تشروش الحامق، اشرو هذا اللي لونه فاتح. وتاخذوا راي شرو تاع الميزان وذوقوه باسكو لا بلوبار يجي مر. فوالا، لازم لنا 4 حبات بيض، 250 غرام زبدة دائبة لكن ما تكونش سخونة فترة، فانيلي لا فانيلا راهي هنايا انا نستعملها بودرة، وتحبوا تستعملوا سائلة عادي، ولا ليفور يعني خميرة الحلويات باكي. وهنا لو ريسيبيون اللي راح نخلطوا فيه الكل، وهنا لو مول اللي راح نحط فيه، راهو مول تاع سيليكون، ولا تحبوا تحط ديرو في مول تاع الحديد مدور يعني عادي. وقبل ما نبدا نحضر الكيفيه هذه، راني شعلت الفرن تاعي باش يسخن. فوالا، والان نبدا الكيفيه معكم على بركه الله. فوالا، الان راح نبداو نبدا نحط الحبات تاع البيض اللي هما 4 حبات، تمام، ثلاثة وربعة. فوالا، نحط معاهم 250 غرام زبدة دائبة لكن ماشي سخونة. فوالا، نحركو الميكرويات ديالنا. تحبوا ديروا بالباتور ولا الميكسور كما تحبوا، لكن انا نحسن نفضل هذه الطريقة. بعدها نضيفو كاس تاع الحليب ديالنا، بعدها كاس سكر، نخلطو تدخل المكونات كامل تنسجم فيما بعضها. السكر لازم تخلطوه مليح البنات، لانه السكر راكو على بالكم يطول شويه باش يذوب المكونات، خاصه ما عندناش حاجه سخونه يعني باش يذوب بالخف. ثم نضيف كأس تاع الكاكاو، نخلط المكونات ديالنا، نخلطو غير بالعقل لأنو الكاكاو يطير شوية. فوالا، كي تفوتو تدخلوه مليح، ومن بعد كي تخلطو عادي. نضيف الان خميره الحلويات ديالي، نديرها الكل، ونضيف معها فانيليا اللي تستعمل السائل، تستعمل بوشون واحد فانيليا سائله، تستعمل بوشون، واللي تستعمل بودره كيف كيف ملعقه كبيره. انا هذه راح نستعمل نص تاعها لانه الباكي هذا كبير. نخلط الكل، ومن بعد نعبر معاكم كاس ونص فارينة، كاس ونص فارينة. دونك بسم الله، الكاس الاول نزيدو نصف، فوالا.
ماذا بكم البنات كي تستعملوا يعني كاس حليب كاس سكر كاس فرينه، تستعملوا نفس الكاس باش يجيكم نفس المقادير يعني. يلا نزيد نخلط الفرينه تاعي. يعني ماشي حاجه صعبه، سهله ومكونات يعني في متناول الجميع، تقدروا تصيبوها يعني في كل مطبخ، ماشي مكونات زعما اللي غاليه ولا يعني تكلفكم بزاف. فوالا راني خلطت، نوريكم المزيج ديالنا كيفاش يجي. فوالا نتحصلوا على هاد لا تيكستور، تبان هنايا. نروح نحطها في هاد المول تاع سيليكون، لكن المول ما ندير له والو كوم تاع سيليكون، ملي تستعمل المول تاع زجاج ولا الومنيوم تدهنوا بالزبده ولا الزيت، ومن بعد دير ترش القليل من الفرينه اي فوالا باش ما تلصقش. بسم الله نحطها في المول. اذا راح نروح نحطها في الفوغ الطيب ونتلاقاو بعد قليل ان شاء الله. اذا الكيكه تاعي راني حطيتها في الفوغ الطيب، والان راح نحضر معكم لو كلاصاج. انا ذوبت نصف تاع لا طابليت هذه تاع الشوكولاته الكلاصاج ذوبتها، لكن نتوما اللي ما عندها الشوكولاته تقدر تستعمل فنجال تاع كاكاو، فنجال يعني كيما هذا. اذا فنجال كاكاو ولا شوكولاته ذائبه، زيدوا لها كاس بلوتو عفوا فنجال حليب. فوالا نخلطو. نزيدو لها فنجال سكر للمحبي السكر، اللي ما يحبوش السكر يديرو غير شويه كيما انا، لانه الكيكه تاعنا راهو تحتوي على السكر. نخلط الكل، تقدروا تخلطوا هكذا ولا تقدروا تستعملوا الخلاط الكهربائي. فوالا ثم نزيدو لها فنجال زيت. فوالا نخلطو مليح الكيفية. فوالا اذا الكلاصاج تاعنا راه واجد، ما علينا غير نستناو الكيكه طيب، نخرجوها من الفرن نخليوها تبرد بيان سور، لانه ما نديروش عليها الكلاصاج ديريكت نشربو كامل. كي تبرد نزين معاكم الكيكه. اذا الكيكه تاعنا هاي اللي كلبنات راهي طابت، ها هو الشكل تاعها، ودوك نزينها معاكم بالشوكولا و ليستراس. اذا هاو ديك الشكل النهائي تاع لو بتي غاتو ديالنا. لا ديكوراسيون يعني تبقى شخصيه، كل واحد يدير على حسب واش عنده في البيت ولا على حسب ذوقو. انا بون ماما حدا واش متوفر عندي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم هذا النوع تاع الفيديو، يعني ساشونج شويه على كل ما يخص الجمال الى اخره. ما تنساوش ديروا لي جيم وابوني يعني ان بتي كومونتير لتحت الى عجبتكم الوصفه، و بيان سور دي زوتر كومونتير الى حبيتو نواصل يعني في نفس الكيفيه تاع نعطي لكم الوصفات اللي نستعملها في حياتي اليوميه. تهلاو في روحتكم ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله. سلام.